لإنقاذ ما يمكن إنقاذه التقت في الغيضة عاصمة المهرة مكونات اجتماعية وشخصيات سياسية وقبلية بهدف إيجاد صيغة وطنية جامعة. أثمر اللقاء عن إشهار مجلس الإنقاذ الجنوبي وإعلان المهرة التاريخي. يعمل في مصلحة الشعب والجنوب بشكل خاص واليمن بشكل عام، وأن يعمل لصالح الجنوب وكذلك الجيران على أن تكون المنطقة تعود آمنة ومستقرة. مجلس الإنقاذ الجنوبي أصبح حاجة عاجلة وفق بيان إشهاره، نتيجة لحالة الانقسام والتشظي التي تمر بها اليمن عامة والجنوب خاصة. وسيسعى المجلس إلى العمل على خلق روح الشراكة بين جميع الأطراف الفاعلة. مجلس الإنقاذ الوطني للمحافظات الجنوبية، ويوم تاريخي بالنسبة للمهرة كونه استقبلت ودشنت فيها. نحن كأحزاب سياسية نشعر أنه المهام التي وضعها والبرامج التي والأهداف التي وضعها مجلس الإنقاذ هي تنصب ضمن المهام والبرامج الأحزاب في الجانب الوطني. وقد أجمع المجلس الجنوبي الجديد على أن التواجد العسكري الأجنبي يعد تدخلاً غير مقبول بالشؤون الداخلية، ورفض أي اقتطاع أجنبي لأي جزء من الأراضي أو الجزر أو البحار أو استحداثات خارجية في الأرض أو البحر، في إشارة إلى التواجد العسكري لدولتي الإمارات والسعودية الذي وفق البيان استباح عبر الميليشيات السيادة وضرب النسيج الاجتماعي. هذا هو أتلاف جنوبي مكون من عدة مكونات جنوبية وشخصيات اجتماعية وقبلية من أجل معالي توضاع الجنوب. سيقف مجلس الإنقاذ على مسافة واحدة من الجميع في الداخل، لكنه أكد في بيانه على عدم القبول بفرض أي مشاريع سياسية من أي طرف كان إلا عبر الوسائل الديمقراطية وبعيداً عن التدخلات الأجنبية. فهدف المجلس الجنوبي النهائي المساعدة في إقامة دولة حديثة تخلق شراكة حقيقية في السلطة والقرار والثروة وتحقق الأمن لكل المواطنين دون استثناء. إشهار المجلس من المهرة له دلالته وفق متابعين، حيث أنها المحافظة الوحيدة التي لديها سقف مرتفع ضد انتهاكات السيادة، ليس فقط من الإمارات بل وحتى من السعودية. كما أن خطاب المجلس الجديد بدا وطنياً من البداية، فرغم أنه ذو صفة جنوبية إلا أنه يهدف كما يقول بيانه إلى الدفاع عن كامل الوطن.